السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في قناه مطبخ جمله دراما مع فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده. اليوم بغيت نشارك معكم بهذا البستيله هذه ديال الحوت اللي كتجي رائعه ولذيذه، وثقوا بيا راه غادي تعجبكم لا من ناحيه الشكل ولا من ناحيه المقادير ديالها، وحتى البنه ديالتها كتجي اروع ما يكون. ثقوا بيا، عملوا هذا البستيله هذه بهذا المقادير هذه اللي غادي نشاركها معكم وغادي تعجبكم ان شاء الله. ودابا غادي نتلاقى معاكم باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. غنبداو بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ واحد البرمه، غادي نعمل فيها واحد القشور ديال الكروفيت، وغادي نعمل فيها الحامض، ونعمل فيها اوراق سيدنا موسى. بالنسبه لهاد البرمه هذه اللي انا عملت فيها هاد الماء هذا، غادي نحاول نطلع الغاليه في هاد الحوت هذا ديال بانكا اللي كنشري انا مكونجلي، هو اللي كنستعمل في هاد البسطيله هذه. وبالنسبه للعناصر الاخرى غادي نديرها فخي. بعد ما سلقت البانكا حيتها، دابا غادي ندوز باش ندير الفيرميسيل في هذاك الماء اللي انا سلقت فيه البانكا، هو اللي غادي ندير فيه الفيرميسيل. بالنسبه لهاد البسطيله هذه راه غتكون بحجم عائلي، بغيتها بالنسبه للضياف ديالي، وعملتها على قد البلا ديال 45 سنتيمتر. صافي، انا دابا حيت البانكا، خليتها حتى تنشف ليا من الماء مزيان، ودابا غادي ندير الفيرميسيل حتى هو يتسلق ليا. بعد ما صافي ساليت هاد الجزء هذا، غادي ندوز باش نشهر الكروفيت اللي كناخذو فخي. ودابا حيت ليه القشره ديالته، غادي نشهرو، كندير واحد شويه الزيت، وكندير واحد المعلقه ديال الزبده، وغادي ندير واحد شويه الابزار كما كتلاحظوا معايا، وغادي نديرو شويه الملح. هاد الكروفيت هذا غادي نشهروه، وغادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الثومه، ونضيفوا واحد الوريقه ديال سيدنا موسى، صافي. وغادي نشهر هادشي حتى يتشهر ليا هاد الكروفيت، وعدا نتلاقى معكم باش نشوفوا التتمه ديال الوصفه. بعد ما شهرت الكروفيت خديته حتى هو صفيته، ولكن هذاك الماء ديالو غادي نضيف عليه شويه الزيت، وغادي نضيف واحد الرشه ديال الملح، ونضيفو الابزار، وغادي نضيفو معلقه ديال الزبده، بعد ما دابت ليا ديك الزبده هذيك، دابا غادي نضيف الكالامار. ها هو وهذا قطعته، وغنشهرو في هاد المقادير اللي انا شفتو معايا حتى كيتشهر ليا مزيان، وحدا غادي نحيدو حتى هو. صافي، غادي نحركو حتى يتشهر ليا. بعد ما تشهر ليا الكالامار، صافي حيتو، كناخدو ديك لاصوص ديال الكالامار، كنصفيوه مزيان حتى كيتصفى لينا، وكنعملو هذيك لاصوص هذه في المقله، كنضيفو عليها الزيت البلديه كما كتلاحظوا معايا، تقريبا كنضيفو واحد الكاس ديال الزيت البلديه، وغادي نخليوها حتى تنشف لينا من الماء. بعد ما نشفت لينا ديك لاصوص هذيك، هانتوما شوفوا الشكل ديالها كي كيولي، خليوها حتى تنشف لينا مزيان، حتى كتوقف لينا. كنضيفوا عليه الشامبينيون ديال العلب، كنطحنوه شويه، ما كنخليوهش غليت بحال كما كتعرفوا، كنطحنوه شويه،
صافي. وغادي نضيفو المعدنوس وغادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الثومه كتكون مطحونه. غادي نضيفوا واحد المعلقه صغيره ديال البودره ديال الثوم. بعد ما ضفت البودره ديال الثوم غادي نضيف العناصر المتبقيه. بالنسبه للتوابل غادي نضيفوا الابزار ونضيفوا التحميره يعني الفلفل الاحمر. الابزار تقريبا واحد المعلقه صغيره، وبالنسبه للتحميره غادي نضيفوا واحد جوج معالق صغار. غادي نضيفوا الكمون حتى هو واحد جوج معالق صغار، وغادي نحرك هاد العناصر مزيان حتى تجانس ليا مع بعضها كما كتشوفوا معايا. غادي ندير واحد رشيشه ديال الملح وغادي نضيف واحد جوج معالق صغار ديال لقمه الحوت. التوابل ديال الحوت كتشريو من عند العطار كيكونوا واجدين. من بعد غادي نضيف جوج معالق كبار ديال مطيشه ديال الحك. غادي نضيف واحد جوج معالق كبار ديال لاصوص صوجا. كنحاولوا نضيفوا شويه ديال الزيت البلديه. ملي كتشوفي الزيت ما قاداكش كنضيفوا تقريبا واحد نص كاس حتى هو من غير الكاس اللي ضفنا في الاول. مع ديما كتبقاي تحركي في الشرميله ديالتك، هاد الشرميله هذه هي اللي غادي ندير مع نديرها في العناصر ديال البسطيله ديالتنا. كنبقاو نحركو في هاد الشرميله هادي حتى كتوقف لينا مزيان. من بعد غادي نضيف واحد شويه ديال الزيت البلديه من غير الكاس اللي ضفنا. غادي نضيفو نصف كاس اخر حتى هو باش يعاوني باش توقف ليا هاد الشرميله هادي. وغادي نضيف عصير ديال الحامضه. ملي كنحس بهذيك الشرميله هذيك بدات توقف لينا صافي كنضيفوا هذا العصير ديال الحامضه. وبالنسبه للهريسه راني ضفتها في مع التوابل، ولكن كتبقى الحروره على حساب ذوق كل شخص. بعد ما ضفنا الحامض كنبقاو نحركو في هاد الشرميله هادي ديالنا حتى كتوقف لينا، وغادي نتركوها جانبا حتى تبرد لينا. بالنسبه للعناصر ديال هاد البسطيله هادي كنحتاجو شامبينيون نواغ اللي انا قطعتو على هاد الشكل كما لاحظتو معايا، كنحتاجو الفيرميسال حتى هو مقطع، والحامضه مصيره جوج حامضات مصيرين مقطعين، كنحتاجو الكروفيت ها هو اللي شهرنا قبيله، والكالامار حتى هو اللي شهرنا قبيله.
صافي هذوما العناصر ديال هاد البسطيله هذا ديالتنا. بالنسبه للقياسات راه على حساب الحجم ديال البسطيله ديالتك. انا حيت درت بسطيله كبيره ديال 45 سنتيمتر هي اللي احتاجيت فيها هاد القياس هذا. صافي بالنسبه للبانكا ما غاديش نخلطوها مع هاد العناصر هذه، غادي نخليوها جانبا حتى نديروها غير من الفوق ديال البسطيله ديالتنا. غادي ناخذوا التشرميله ديالتها كناخذوا تقريبا اكثر من نصف كنضيفوا على هاد العناصر هذه. وغادي نحاولوا نحركوا مزيان حتى كتجانس لينا مع بعضها كلها ومع هاد التشرميله هذه اللي انا ضفتها. نحاول نستعمل اليد ديالي باش نحاول نخلط مزيان هاد العناصر. صافي بعد ما عملت البسطيله ديالتنا صافي تخلطت لينا مزيان تركناها جانبا. بالنسبه للبانكا حتى هي ضفنا فيها التشرميله ديالتنا اللي بقات لينا. غادي ندوزو باش نمونطيو هاد البسطيله هذه. كناخذوا الورقه كندهنوها بالزيت اللي انا مخلطاه مع الهريسه كيعطيها واحد البنه واحد اللذه زوينه. وغادي نبدا نمونطي في البسطيله ديالتي. بعد ما عملنا الورقه ديالتنا في القاع ديال المول ديالنا، دابا غادي نعملوا البسطيله ديالتنا. كنعملوا نصف الحشو اللي عندنا. بعد ما ضفنا نصف الحشو ديال البسطيله ديالتنا، دابا غادي نضيف الفرماج. اي نوع من الفرماج عندك، انا درت غير الفرماج الاحمر وكان عندي شويه الموتزاريلا هو اللي درته، خلطتهم مع بعضياتهم ودرتهم في الوسط. وغادي نضيف نصف الحشو الاخر. من بعد غادي نضيف البانكا ديالتنا اللي حنا درنا لها التشرميله، غنضيفوها من الفوق بحال هكا. كنخليوها صينه بحال هكا باش ما كتفرتش لينا مع الحشو ديالنا. صافي بعد ما ستفنا الحوت ديال البانكا ديالتنا، دابا غادي نحاولوا نجمعوا البسطيله ديالتنا. ولكن كنحاولوا ديما كنعملوا اليد ديالنا في الزيت اللي عندنا اللي مخلطاه مع الهريسه، كندهنوا به اليد ديالنا وكندهنوا به الورقه باش كتجي ديك الورقه مقرمشه وكتجي فيها واحد اللذه واحد البنه كتعطيها ذوق رائع غير تيقوبيه. عملوا هاد الطريقه هذه وراه غادي تعجبكم ان شاء الله. صافي غادي نجمع انا البسطيله ديالتي وغادي نخليكم مع الصور. بعد ما جمعنا البسطيله ديالتنا دابا غادي نزينوها. غادي ناخذ بيضه غادي نحاول ندربها مزيان وغادي ندهن الجوانب ديال البسطيله ديالتنا. انا زينتها على هذا الشكل وكله الذوق ديالو. انا طريقه الزين ديالي بغيت نشاركها معكم هي هذه. صافي وكناخذوا وريقات ديال البسطيله قطعتهم على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا، اشرطه رقاق بزاف. ولكن غادي نحاول ندير واحد الطبسيل الوسط
باش تبقى ليا الدائره مصوبه صافي. وغنمشي على هاد المنوال كما كتشوفوا معايا حتى نكمل الدوره ديال البسطيله ديالتنا كامله. صافي بعد ما ساليت التزيين ديال الجوانب ديال البسطيله ديالتنا غنحاولوا نحيدوا الطبسيل اللي احنا عملناه في الوسط. وغادي نعمل واحد الزلافه في الوسط بحال هكا كما كتشوفوا معايا. وغادي نعمل الوريقه ديال البسطيله نفس الشكل ندوروا على هاد الزلافه هذه حتى نكمل. هانتوما ملي كنبغيو نعملوا هاد الوريقات ديال البسطيله ديالتنا بحال هكا كنحاولوا نديروهم في البيض عاده كنعملوهم في فوق من البسطيله ديالتنا باش تحاول تشد لينا هاد الوريقه هذه وما تهرش لينا ما والو ما تحركش لينا تبقى لينا شاده الشكل اللي حنا بغيناه. صافي بعد ما عملت الوريقات ديال البسطيله في الوسط بحال هكا صافي بعد ما غنكمل البسطيله ديالتي غادي نعملها في الفرن وغادي نطيبها على خطرها حتى تطيب لينا وعاد غادي نشارك معكم الشكل ديالها كي كيجي. ها هي البسطيله ديالتنا بعد ما جبدناها في الفرن زيننا على هذا الشكل. كنتمنى تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير وكنقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.